المستهل بالعدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة فجر اليوم، وسلسلة الغارات الجوية التي سجلت لحد الساعة ارتقاء 13 شهيدا منهم أطفال ونساء، إضافة إلى 20 جريحا بعضهم في حالة حرجة. وفيما يزال العديد من الفلسطينيين تحت الأنقاض، تبقى الحصيلة مرشحة للارتفاع. هذا وكانت طائرات حربية وأخرى من دون طيار قد استهدفت مناطق جنوب القطاع بكل من خان يونس ورفح والمحافظة الوسطى ومنازل لقادة فلسطينيين، أدت إلى استشهاد 3 منهم. كما أغلق الاحتلال كافة المعابر والمجال البحري تحسبا لبدء عملية عسكرية على غزة. وأمام هذا التصعيد الخطير، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، مطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية. ومتابعة لتطورات الوضع الميداني بغزة، يلتحق بنا عبر الهاتف مراسلنا وسام أبو زيد من غزة. وسام، ما آخر مستجدات العدوان الصهيوني على القطاع؟ نعم زميلي العزيزة، المقاتلات الحربية الإسرائيلية ما زالت تحلق بشكل مكثف في أجواء قطاع غزة، خاصة طائرات الاستطلاع في مناطق متفرقة. لم يسمع منذ الساعات الصباح الأولى وبعد الغارات العنيفة منتصف الليلة الماضية وحتى ساعات الفجر الأولى، الغارات كانت عنيفة جدا، ومنذ ساعات الصباح الأولى حتى هذه الساعة لم نسمع دوي انفجارات بشكل كبير أو عنيفة. ربما يكون الاحتلال يحاول في هذه الساعات أن يقول أنه نفذ العملية ضد الفلسطينيين وضد القادة الفلسطينيين وأنه يريد أن يوقف تلك الحرب، ولكن المقاومة الفلسطينية ردت بأن ردها لم يتأثر. يعني هناك تهديدات بالرد على الجريمة الإسرائيلية. على أي حال، قبل قليل شيع آلاف الفلسطينيين الشهداء الذين ارتقوا في الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ منتصف الليلة الماضية، وحالة من الغضب الشديد انتابت الشعب الفلسطيني وانتابت الفلسطينيين في كافة المحافظات الفلسطينية. هناك تعطيل لكافة المدارس والجامعات والمباني الحكومية الخدماتية، وحتى وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قد أقفلت كافة خدماتها أمام الجمهور من اللاجئين الفلسطينيين. هذا يأتي في وقت كما ذكرت قبل قليل بأن الاحتلال الإسرائيلي قد أغلق معابر قطاع غزة، معبر بيت حانون شمال القطاع المؤدي إلى الضفة الغربية، ومعبر كرم أبو سالم التجاري، وحتى المجال البحري، ما يوحي بأن الاحتلال يحاول أن يزيد من الضربات أو يزيد من الضغط على الشعب الفلسطيني خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة. نعم وسام أبو زيد، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. نسأل السلامة لأهلنا في غزة.